بسم الله الرحمن الرحيم. ندين ونستنكر ونشجب تصرفات نظام آل خليفة في البحرين تجاه النساء والحرائر العفيفات، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلات في البحرين من دون قيد أو شرط. لقد اتضح للجميع من خلال ارتكاب هذا النظام للوقاحة والتحرش الجنسي بإحدى حرائرنا في منطقة العكر، اتضح للجميع أن نظام آل خليفة في البحرين لا يراعي المعايير الدولية والإنسانية، ولا بد من الوقوف أمام هذا النظام والمطالبة بضرورة احترام حرمة المجتمع وحرمة نسائنا العفيفات وما ضاع حق وراءه مطالب.